أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين. السلام عليكم ورحمة العقل وبركاته، يعطيكم العافية. معكم فراس بيطار، وهذا بث جديد ولقاء شيق وجميل جدا حقيقة، وأنا راح أكون سعيد فيه شخصيا، يعني لأنه هذا الأستاذ المفكر كريم العبيدي لأول مرة أتشرف أني بستقبله عندي على قناتي المتواضعة، وحقيقة هذا أول بث بعد وصولي للألف مشترك، يعني ما تزال القناة ناشئة زي ما بيقولوا. وبدي أشكره حقيقة على قبوله للدعوة صراحة. برحب فيك أستاذ كريم. شكرا، اهلا وسهلا، اهلا بكل المشاهدين، وشكرا انت ايضا لانك عزمتني على هذه المقابله. طبعا الشكر يعود لك في الدرجه الاولى، وننطلق. اوكي انطلق. تمام. حقيقة بس قبل ما حتى نبدأ في الحلقة، يعني انا حابب اقول للناس انه فعلا استاذ كريم، انا يعني مؤخرا حتى تعرفت عليه من خلال الانترنت، مش شيء قديم يعني، ولكن عجبني جدا طرحه والى اخره، لانه يعني مشابه لي بنقاط كثيرة، يعني لأنه اثنيناتنا تشيعنا قبل ما نلحد، فيمكن طريقة التفكير متقاربة إلى حد ما. على كل حال راح ندخل في الموضوع مباشرة. يعني كان في عنا عدة نقاط بدي أطرحها على أستاذ كريم العبيدي، وممكن فيما بعد يعني بس نخلص إذا بدكم تحطوا أسئلة في الشات اتركوها للأخير حتى أنقلها للأستاذ كريم. خلينا نبدأ بأول سؤال حقيقة، وهذا السؤال أنا نفسي يعني خطر ببالي، لأنه لاحظت قام بطرحه طرح الموضوع أستاذ كريم، بيقول أنه هو يتبنى ما يسميه اصطلاحا الإيمان الإلحادي، وهذا الشيء غريب بالنسبة لي كفراس، يعني اللي هو الإلحاد، أنا بشوفهم نقيضين. أنت استعملت تعبير غريب الإيمان الإلحادي، وبحب أنا والمشاهدين أنه نفهم ماذا يقصد أستاذ كريم بالإيمان الإلحادي، ولماذا يتبناه، وهو بناء على أي فكر تحديدا، يعني تفضل. اوكي، شكرا. فراس، فراسة اسمك فراس؟ العفو، نعم نعم، اهلا. اسمي شوي غريب يمكن عنكم، اسم شامس. لا لا لا، عندي ابني اسمه فراس، لكن جميل. انا عندي مشكلة في الاسماء، دائما نحب نثبت في الاسماء. عندي ابني اسمه فراس. تشرف. نعم تفضل. الايمان الالحادي يمكن يظهر غريب معناتها عند كثير من الناس أول مرة يسمعوا به، ولكن هو معروف وقديم جدا، قديم جدا. الإيمان الإلحادي ليس مسألة جديدة، بل حتى إن هناك أحد المفكرين الألمان كاتب كتاب اسمه الإيمان الإلحادي. هذا المفكر هو كان قسيس ودرس ما يسمى بمخطوطات البحر الأسود، ووجد هذه العبارة وكون ما يسمى بفكرة، يعني في أوروبا إلى الآن ما يطلق عليه بالإيمان الإلحادي، وكتب كتاب مع الأسف لم يترجم بأي لغة إلا بالألمانية، موجود بالألمانية فقط، لم يترجم بأي لغة، وتم التعقيم عليه كليا. هو راه فكر قديم، يمكن أن نقول يعني من قدم الإنسان، هذا الفكر ما يسمى بالإيمان الإلحادي، اسمه لافوا أتي بالفرنسية، وبالألمانية اسمه أتيشت جلوب 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 أتيشت جلوب. المهم، ماذا يقول هذا الفيلسوف اسمه بول شورتز؟ ما عرفش كان تعرفه ولا لا، اسمه بول شورتز. هذا معناتها كاتب، قلت لك، 2 كتب حول الإيمان الإلحادي. يقول لكي يعرف الإيمان الإلحادي، هو يقول هو نوع من الإيمان الشخصي، ليس معتقد. يجب أن نفرق بين الاعتقاد وبين الإيمان. الإيمان هي تجربة شخصية، والاعتقاد هو تقليد لشخص آخر. مثلا أضرب مثال، أنا مثلا لمست
الكهرباء ضربني الضوء. إذن أنا أصبحت يعني مؤمن أن هذا الخيط فيه كهرباء. بينما الاعتقاد تأتي أنت كشخص آخر ونقول لك لا تلمس هذا الخيط لأن لو لمسته يضربك الكهرباء. أنت تصدقني فأنت معتقد أن هذا الخيط فيه الكهرباء، بينما أنا شخصيا مؤمن أن هذا الخيط فيه الكهرباء لأنني لمسته وضربني الكهرباء. يقول هو نوع من الإيمان الشخصي لا اعتقادا، الذي لا يختلف في الأصل عن بقية أنواع الإيمان، إلا أنه ينبع من الإنسان إلى الكون بأسره. هذا هو التعريف متاع بول تشولتز حول الإيمان الإلحادي. الإيمان الإلحادي هو مرتبط ارتباط كلي بالفطرة أو ما يسمى بالغنوصية. احنا نعرف أن الغنوصية هي ليس فكر، هي أدوات تصل بهم إلى الحقيقة. وعندما تصل بالأدوات الغنوصية إلى حقيقة، تلك الحقيقة تعتبر حقيقة شخصية. فهذا هو ما يطلق عليه بالإيمان الإلحادي. من عرش كان فسرت معناتها التعريف للإيمان الإلحادي، أما كان عندك أسئلة أكثر دقة أنا مستعد أن أجيبك. هنا حبيت نزيد حاجة أخرى. بحدد لك الأسئلة يعني بشكل. خليني نزيد نقطة. نقطة. الإيمان الإلحادي لا يعتمد على قوة غيبية ولا قوة ما وراء الطبيعة، وإنما ينبع من الإنسان، من الإنسان نفسه. يجعل من الشخص مسؤول عن نفسه في الدرجة الأولى، والإنسانية مسؤولة على إنسانيتها في الدرجة الثانية، يعني كفرد مسؤول على نفسه وكإنسان. بول شولتز اللي هو معناتها كما قلت لك ألماني، ولد في فرانكفورت سنة 1937. أنا أردت أن أعطيك هذه المعلومات على خطر كثير يظن أن الإيمان الإلحادي غير موجود أصلاً، يعني اختراعي أنا. ليس اختراعي أنا، بل لو نعود أغلب الحركات الصوفية والباطنية هي تعتقد في الإيمان الإلحادي. مثلاً الحلاج، الحلاج يعتمد على فكرة أساسية في الإيمان الإلحادي عندما يقول عندما أكون أنا لا يكون الرب، وعندما يكون الرب لا أكون أنا. الإيمان الإلحادي ينطلق من فكرة لا يمكن أن أكون أنا والرب في نفس المكان، مستحيل، مستحيل نكون اثنين. نكمل نعطيك يعني النظرة متاع بول شولتز حول الإيمان الإلحادي، اللي هو طبعا يقول لك الإيمان الديني أو الربوبي هو اعتقاد خيالي يخالف الواقع، بينما الإيمان الإلحادي هو إيمان يقوم على الواقع. وهنا نكمل لك آخر نقطة، مرحلة الإيمان الإلحادي، يعني هذه هو معناتها فصل فيها بول شولتز وتكلموا عليها بعض مثلا الحركات الباطنية، وخاصة في المخطوطات متاع الغنوصية اللي طوعها في البحر الأحمر واللي طوعها في مصر. يقول لك هو يقسم القسمة، يقول لك يمر الإنسان بثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى لكي تصل للإيمان الإلحادي، يجب على الإنسان أن ينكر وجود الأرباب مهما كانت إنكارا كليا، وهي تتمثل بفكرة لا إله. وهنا لا إله يعني ما تؤمن بحتى إله، وهذه الفكرة نجدها عند في القرآن حول الإبراهيمية. إبراهيم عندما قال ونظر إلى النجوم قال هذا ربي، من بعد قال لا أحب الآفلين، ومن بعد نظر إلى القمر قال هذا ربي، ومن بعد قال من حبش، ومن بعد الشمس، ومن بعد أنكر كل أنواع الآلهة. هذه الآية نجدها في كتاب الأبانشيدا متاع الديانة، معناتها معروف الأبانشيدا هو والفيدا، هي من الكتب المقدسة الفيدية، رغم أن الأبانشيدا يعني كتبت بعد الفيدا، ولكن الأبانشيدا أقدم من الفيدا لأن بالأبانشيدا دم كتابة الفيدا. طيب أستاذ كريم، ممكن بس قبل ما يعني نكمل بها يعني بالتفاصيل، بس لحتى يعني نحدد الموضوع اللي انتهينا منه اللي هو الإيمان الإلحادي، بس سؤال توضيحي، يعني نحن ما نعرفه يعني أو المعلومات الموجودة لدينا
أنه الإيمان تعريفه هو التصديق بالغيب بناء على المعتقدات الدينية وما شابه، هذا بنسميه إيمان أو شخص مؤمن. وإحنا بنعرف أنه النقيض هو الإلحاد، أنه أنت ملحد بمعنى لا تؤمن بشيء. فأنا يمكن فهمت منك موضوع الإيمان الإلحادي، هل تقصد فيه باصطلاح آخر الإلحاد الإيجابي؟ يعني هل ما تقصد به إنكار، يعني أن تؤمن أنه لا يوجد إله؟ هل هذا هو التعريف الحرفي، يعني الإيمان بعدم وجود أي إله؟ أنا سوف آتيك لهذا الجواب، أما حبيت نكمل لك القصة بتاع الأوفانشيدا خاطر سوف تفهم كل شيء في الأخر. يعني وده يعني خلينا نذكر ثلاثة، أنا سجلت السؤال بتاعك وعرفت السؤال بتاعك. القصة في الأوفانشيدا أن أحد العارفين جاء إلى أحد الملوك قالوا عندما يعني أريد أن أتحرك ماذا أفعل؟ قالوا أستخدم ضوء الشمس. قالوا عندما لا تكون الشمس قالوا أستخدم ضوء القمر. قالوا عندما لا تكون القمر قالوا أستخدم ضوء النجوم. هي نفس القصة اللي موجودة في القرآن، يعني مسروقة من الأوفانشيدا. فقال له عندما لا تكون النجوم قالوا أستعمل الشمعة. وقالوا عندما لا تكون الشمعة قالوا أعود إلى حسي، يعني إلى الإحساس متاعي باش ننجم نتحرك. هذه النقطة الأولى هي إنكار وجود أي رب مهما كان. المرحلة الثانية، علاش إنكار الوجود؟ هو استقلالية الإنسان أولاً، أول مرحلة الإيمان، وهذا نطلق عليه بالولادة المنطقية، يعني التخلي كلياً على الإيمان الغيبي، الإيمان الغير محسوس، الإيمان الغير معلوم، ننتهي منه كلياً. ثم المرحلة الثانية اللي هي مهمة، طبعاً المرحلة الأولى توصل إلى ما يسمى قبول الحقيقة، حقيقة كما هي بدون رب. المرحلة الثانية هي تحمل المسؤولية الذاتية والفردية، تحمل المسؤولية وتصبح مسؤول على نفسك. وهنا يلخصها الغنوصية بحتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. هوني كلمة الرب ليس بمفهوم الخالق وإنما بمفهوم المسؤول. المرحلة الأخيرة اللي هي توصلك إلى الإيمان الإلحادي هو هو الإجابة، الإعطاء إجابة لكل سؤال لم يتوصل إليه العلم على حسب طبيعتك الشخصية وعلى حسب عصرك وعلى حسب التطور العلمي لكي يحقق لك الأمن. مثلا نضرب لك مثال وهنا باش نجاوبك على السؤال بتاعك. احنا نعرف ان الديانة المسيحية هي ديانة تقوم بالدرجة الاولى على الايمان، على الايمان هي القاعدة الاساسية بتاع المسيحية. لهذا الالحاد في الغرب عندما نشأ الالحاد والتمرد على الكنيسة تم هناك تمرد كليا على الايمان، واعتبروا الايمان شيء لا يمكن ان نعتمد عليه كليا. ماذا وقع عندما وقعت هذه المشكلة؟ عند وقع هو ماذا يقول معناتها بول شولتز وغيرهم من اللي يتبعون الإيمان الإلحادي، يقول لك حدث إن الإنسان أصبح فارغ المحتوى، مع لأن هما معناتها لو نرجعوا معناتها للإنسان، من الذي جعل هما قال لك الإنسان، الفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل، يعني يعتمدوا على أن العقل هو الفارق بينه وبين الحيوان، وهذا حتى علميا خاطئ، لأن الحيوان يفكر وهناك الدولفين يفكر، والقط عندما يسرق شيء يهرب، يعني أنه يتعلم، إذن عنده العقل. إذن هون يعود الدراسة العلوم الحديثة، ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الفرق بين الإنسان والحيوان إن الإنسان حيوان مؤمن. هل رأيت حيوان يتعبد؟ لأن الحيوان يتعامل مع المادة كما هي، ليس له خيال. لو مثلاً كلب يجري ويجد حائط لا يتخيل ما وراء الحائط ماذا. ماذا يقول؟ قل لك الإنسان تطور وأصبح إنساناً لأن فيه الإيمان، لكن المشكل إن أي نوع من الإيمان؟ هل الإيمان موافق العصر؟ هناك أسئلة شنو هي تقول في علم النفس إن الإنسان محتاج إلى أسئلة، أجوبة للأسئلة الوجودية. فهل نتركه بدون إجابة لو العلم لم يتوصل؟ لهذا الإيمان الإلحادي يقول لك ما حسم فيه العلم ليس فيه إيمان، خلاص انتهى. أما أعطينا
اللي لن يحسم فيه العلم. يمكن أن تختار إيمان يناسبك الهدف منه، لأن الهدف الإيمان ما هو؟ الهدف الإيمان هو عنده هدفين: أولاً الاستقرار النفسي كشخص في المجتمع، هذه درجة أولى، ودرجة ثانية هو منارة يفتح للعلم. عندما يكون هذاك عنده إيمان وذاك عنده إيمان وذاك عنده إيمان، البحوثات العلمية سوف تحصر هذاك الشيء. إذن ليس هناك تناقض بين الإيمان ومعنى الإيمان والإيمان الإلحادي. وتنقول أنا مثلا رب لك مثال، نأخذ مثلا الرب، الرب مش الله، الرب، لأن الله هو كلمة فهمت علم، يعني مثل زوس، مثل أكوش، مثل إذن نأخذ الرب. الرب الآن العلم لم يحسن فيه، متفق معي؟ إذن هنا أنا ولي عندي الخيار، أما أن أؤمن بأن هناك رب وأصبح ربوبي، أو أن أقول لا أدري، أو أن أؤمن أن ليس هناك رب. يعني تعتبر الموضوع، يعني أستاذ تعتبر الموضوع هو إيمان شخصي يختلف من شخص لآخر ولا يعتمد على أي أدلة؟ يعني لا أي أدلة. أنا وقت أن أناقش مثلا مع واحد مثلا مسلم، وهذا وقعت لي كثير مرات، عن يقول يجي ناقشني على الله، ونقول له أنا أؤمن بعدم وجوده كما أنت تؤمن بوجوده، مانيش ندخل معك في متاهات. أنت أنا أؤمن بعدم وجوده وأنت تؤمن بوجوده، هنا لا دخل للعلم، أي لا العلم لا السيونس لا أي حاجة، أي شيء لا يمكن أن يعطيك دليل على وجودها وعدم وجودها. جميل جميل. أنا في، يعني آسف المقاطعة، ولكن في كلمة بكررها كتير، بقولهم أصلاً اللاهوت أو الربوبية أو الإله أو ما شابه هو ليس مبحث علمي تجريبي أصلاً، حتى يعني نعتمد على العلم بإثباته ونفيه، هو مبحث فلسفي فقط. وحتى يعني فلسفي لا يأتي. لماذا لا يأتي فلسفي؟ الفلسفة لا فيها، ليس فيها قطع، لأن حتى المنطق متاعنا يعني يعتبر خارج عن إطار فكرة الإله. يعني احنا نحكم على الإله بالمعطيات داخل المنظومة الكونية، نخدم داخل المنظومة الكونية، احنا ما نش خارج المنظومة الكونية باش نتكلم عن هناك إله. إذن هي تعود مسألة الإيمان بوجود الرب أو بعدم وجود الرب هي مسألة حسية. إذن لا تناقشني الرب، ناقشني ماذا قال ربك، وأقول لك ماذا قال عقلي. هذا هو الإيمان للحاجة. طيب بس نقطة أخيرة بهالسؤال حتى نروح للي بعدها، أنت ذكرت كلمة الغنوصية، يعني استخدام أدوات الغنوصية للوصول إلى الحقيقة، وطبعا الغنوصية هي الجنوستيك اللي هي المعرفة، يعني أصل الكلمة. ولكن طبعا أنا كنت شيعي باطني بيوم من الأيام، فتعرضت لهذه الأمور المعقدة جدا صراحة. بس السؤال، يعني الغنوصية غالبا ما توصل الناس الى الاعتقاد بمعتقدات غيبيه، وكثير منهم اصلا كانوا يؤمنوا بالمسيح، يعني اصلا ببدايات الغنوصيه وما شابه. هلا بدي اسالك، ما الربط بين استخدام ادوات الغنوصيه والوصول الى الايمان الالحادي ونفي الالهه؟ يعني ما هي منهجيه الغنوصيه اللي بتوصلك لها الطريقه هاي؟ ولو باختصار، يعني باختصار، اول حاجه كما قلت لك الغنوصيه هي ليس فكر، هي أدوات، أدوات تعتمد على ما يسمى بالحس، بالحس الداخلي. هذه معناتها مسألة مهمة جدا. لكن الأفكار التي نخرج منها بالغنوصية، هناك فما مشكلة كبيرة عند الغنوصي، معناتها الشخص الغنوصي، أو الحاجة الغنوصية التي تجدها في الكتب هي ليس غنوصية. الغنوصية هي علم شفوي إلى الآن، وتدرس شفويا لا تدرس كتابيا، هي تمنع اصلا الكتابه، بل تعتبر ان كل كتابه هي تقييد للفكره، لان الغنوصيه هي تتطور مع الزمن. هنا فما مساله مهمه جدا، ان الغنوصيه شنو تقول لك؟ تقول لك يمكن تصل الى فكره معينه بادوات الغنوصيه، ولكن تلك الفكره تعطيها مفهوم اخر للعامه، هي مثل الصوفيه، ما يسمى درجات الباطنيه. يعني ليس مثلا الذي كشف له الغطاء او ما يسمى الشيخ الكبير او ما يسمى بالقطب
يعرف ان عدم وجود رب، لكن لا يستطيع ان يقول للعامة انه ليس بوجود رب. وهنا فما قصة بتاع علي، جاء واحد قالوا قول لي الحقيقة، قالوا لا استطيع، قالوا قول لي الحقيقة، قالوا لا استطيع، قالوا قول لي الحقيقة، قالوا لو قلتها لك لتسعق وتموت، قالوا لا قولها لي اخي، قال له في وضن الطحمان. شنو قال له حسب رأيك؟ قالوا لا فما لا ربي لا شيء. يعني الغنوصية، علاش الغنوصية هي طبيعية وصلك الإيمان الإلحادي؟ منطقية، لأنك سوف تستخدم حسك، وعندما تستخدم حسك تعرف اللي أنت اللي تحس، ماهيش حاجة أخرى تحس في مكان. إذا باش توصل للإلحاد، إذا من بعد كيف سوف توصلها للآخرين؟ على حسب ظروفهم، على حسب عصرهم، على حسب العقلية متاعهم، هذاك شيء آخر. إذا هذاك علاش نقول لك اللي أي غنوصي يوصل للإلحاد. وأنا حتى عندما تبعت الصوفية، وقت وصلت مرتبة من المراتب، يعني تعجبت، يعني وقت الشيخ متاعي معناتها نمثلها أنا، أني لقيت روحي أمام الحقيقة اللي هي المرآة، نشوف في روحي هل هذا الله اللي أبحث عليه 40 سنة هو أنا؟ يعني في الحقيقة شنو أرجع وأسمع؟ إذا أي غنوصي، أي أدوات غنوصية، أي إنسان يسمح نفسه يتأكد أن ليس هناك رب. هذه مسألة واضحة. ذكرتني حقيقة أفكارك رائعة صراحة، ذكرتني ببعض الروايات عن أهل البيت لما كانوا يلقوها علينا، كنت أتعجب منها كتير. زي جعفر الصادق بيقول أمرنا أهل البيت صعب ومستصعب، خشن شوشن لا واضح طوغلوا فيه برفق. نعم. يعني واضح الرجل مش قادر، لأنه فعلا موضوع صعب، يعني أنه الناس عايشين في الخرافة فجأة تقول لهم أنه ما فيش ولا أي شيء، يعني أحضرش. نعم فعلا، بل حتى الغنوصية تحرم، يعني إنسان الغنوصية هي مش تحرم، يعني تمنع أنك إنسان تبدل له عقيدته. في الغنوصية لا يجب أن تجيب على سؤال لم يسأله الشخص، لأن كل واحد الوعي متاعه. لأن لو تخرج، أنا مثلاً حتى في حياتي وأنا ملحد 20 سنة، فما أشخاص لم أوجههم للإلحاد، وجهتهم للصوفية، وجهتهم لحاجات أخرى، لأن ليس سهل. لو هو ليس عنده القابلية لا يمكن. إذن كما قلت، إن أمرنا لصعب مستصعب، فوغلوا به برفق. بالفعل. نعم. أوكي. في عندنا السؤال الثاني أستاذ كريم، اللي هو بدي أقول لك، ما هي فلسفتك في الحياة؟ يعني مش اعتقادك كاعتقاد. ليس عندي اعتقاد، ليس عندي اعتقاد، لا أعتقد، أنا أؤمن، لا أعتقد، الاعتقاد لا أؤمن. يعني فمش قلت لك الاعتقاد هو أني أثق في شخص أتبعه. نعم. أنا لا، الغنوصية أو الإيمان الإلحادي يجب أن لا تعتقد، لأن طريق خط، لا يمكن أن أنا أحب ما تحب أنت. جيد. أنت تحب مثلا امرأة، يمكن أنا ما نحبهاش، يعني مش نحبها خاطر كنت تحبها. نعم. طيب معناته خلي السؤال أوضح، ما هي فلسفتك في الحياة، أو شو الفلسفة اللي بتتبعها في الحياة وفي التفاعل مع المجتمع وفي هالأمور هاي؟ سؤال كبير صراحة، سؤال كبير، خاطر ماهوش كما نقولوا احنا مخصص الموضوع معين، لكن نجم نجاوبك يعني على حسب السؤال اللي سألته. يعني فلسفتك الإنسانية في الحياة، المبادئ وما شابه وكذا، وبناء على ايش؟ تفضل. أنا نجاوبك يعني على حسب السؤال، لأن الجواب عام، السؤال عام، إذا يكون الجواب عام. أول حاجة، أني لا أهتم إلا بنفسي، لا أهتم إلا بنفسي فقط. هذه مسألة لا أساس، معناتها عندما نقول لك هنا أن لا أهتم إلا بنفسي، ليس يعني أنني أناني، لا، يعني لا أتدخل في شؤون الآخرين. يعني فلان فعل كذا، ولا فلان فعل كذا، ولا فلان كذا، أنا لا أحكم عليه، عندي الحق أقول رأيي، يمكن معناتها نساعده كان نحب أنا، لكن القاعدة الأساسية متاعي أني أنا مسؤول على نفسي، كل إنسان مسؤول على نفسه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي مهمة، أني كل ما أقوله وما أفعله مسجل في الكون، مسجل تسجيل كامل،
إذن أتصرف كما أتصرف لوحدي، كما أتصرف مع إنسان آخر، كما أتصرف مع أي إنسان. يعني في الحقيقة ليس لي مشكلة في المجتمع، كما يقول فما قولة يقولها أيضا جعفر الصادق: كن فيهم ولا تكن معهم. تسمع فيا أم لا؟ في رأس؟ نعم نعم. يعني كن فيهم ولا تكن معهم. يعني أنا أستعمل المرونة الكلية في حياتي. يعني هذا السؤال يعني بصفة عامة إنسان معنتها. وبالنسبة للإلحادي اللي يختلف على الإلحاد المادي، هو أنه لازم كل إنسان يجعل لنفسه هدف في الحياة. جيد، حلو، وصلنا لسؤال يعني صلب السؤال. ما الذي أصلا يجعلك يعني بناء على الإلحاد، يعني لما إحنا نقول سواء إيمان إلحادي أو أيا كان، أنت لا تؤمن بأي رب، لا تؤمن بأي ما وراء طبيعة أو ما شابه، فأنت يعني أنت تعتمد على الواقع، على هذا العالم المادي. لا، ليس العالم المادي، العالم الوجود. هناك فرق، لأن الوجود نوعين: مادة وغير مادة. جيد، هون السؤال: لماذا تعتمد، يعني بما أنك لا تؤمن بآلهة هي تصدر الأخلاق وكذا وهذه الأمور وإلى آخره، طبعا هي سؤال المؤمنين مش سؤالي، ما الذي يجعلك أنت كشخص مؤمن بالإيمان الإلحادي لنفترض، ما هو دافعك الحقيقي إلى أنه أصلا تتبنى أخلاق وكذا وفلسفة وجودية وما شابه؟ ما الذي يمنعك يعني أنه تكون بشكل آخر؟ ما الذي يمنعك أن لا تتبنى هذه الأمور مثلا؟ بتمنى السؤال واضح. أوكي، السؤال واضح. الكون هذا باتفاق الجميع هو غير كامل، متفق معايا؟ معناته هذا من أكبر الأدلة أنه لا يمكن أن يكون صادر عن كامل، لا يمكن أن يكون صادر عن كامل أو عن رب. صحيح. من القواعد الأساسية اللي موجودة حتى في الفيدية، أول نقطة يجب أن تؤمن بها أن وجودك هنا هو عذاب. وجودك هنا هو عذاب، لم تأتي باختيارك. من الذي أوجدك؟ هي عدة عوامل وظروف أدت إلى وجودك. أنت موجود هنا غصبا عنك، شئت أم أبيت، موجود في هذا الكون. إذن ما دامك أنت موجود في هذا الكون، ما دام أن الغنوصية تؤمن أن الوجود نوعين: الوجود المادي والوجود الغير مادي. والوجود الغير مادي سوى الطاقة، سوى الوعي. ولأني أنا عندي وعي، هنا تقول الغنوصية على قدر الوعي تكون المسؤولية. ومدام أنا عندي درجة من الوعي اللي تخليني أفرق ما هو خير وشر بمفهوم ليس خير وشر كما في الأديان، لأن في الغنوصية الخير هو شر أحسن من شر آخر، والشر هو خير أقل درجة من خير آخر فوق. إذن أوني أنا المدامي أنا واعي معناتها في وجودي، ولأني أؤمن إيمان مطلق، فهمت، أن ليس هناك رب، وأؤمن أن ليس هناك صدفة أيضا. ليس هناك صدفة، أنا مدام أتيت هنا يعني يجب أن أكون هنا. إذن وجودي هنا واجب أن أكون. إذن هوني من واجبي أنا أني أقوم بدوري الذي أتيت منه. ما هو الدوري؟ كل إنسان يبحث على دوري. أنا مثلاً لقيت دوري. شنو هو الدور متاعنا الكل؟ في ماذا يتلخص؟ يتلخص هو أن الوعي يبقى مستمر، يعني ما يسميها الغنوصية التغلب على الشيطان هو التغلب على الزمان، لأن الشيطان هو الزمان، والشيطان هو الذي يقتلك عندما تقول سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل سوف. هذه معناتها فلسفة كاملة. إذن أنا بالنسبة لي لا أموت ولم أولد، وإنما أمر بمرحلة وجودية، وعي يمر في مادة. إذن أنا فما شيء موجود في الغنوصية، فكرة أساسية هي أن
لا شيء يأتي هكذا. العدم، العدم هو نوع آخر من الوجود، ليس عدم، عدم بمفهوم وجودنا هو بحد ذاته نوع آخر من الوجود، وهذا العدم هو الوعي. ولكن الوعي بدون وعي، لأن الوعي لا يتطور إلا بالمادة. أستوقفك قليلا، يعني في ذكرت نقطة حلوة، يعني اللي هو أن العدم شكل آخر من الوجود. حسب قراءتي الفلسفة، الفلسفة العدمية هي التي تتبنى الفكرة. يعني الفلسفة العدمية تقول أنه أصلا كان هنالك عدم إحنا مش فاهمينه إيش، ولازم نحاول نفهمه أو نوصل لمفهومه، وإنه العدم عبر عن وجوده من خلال الوجود. يعني كل شيء يعبر عنه بضده، يعني يعرف الأمر بضده زي ما بيقولوا. فهل هذا ما يعني هل هي النقطة هذه هي النقطة الأساسية، كما حتى موجود في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فأوجدت الخلق. يعني في الحقيقة وجودنا هو تعريف للعدم. يعني ما هو في الوجود هو العدم بنفسه، غير أن نشوفه. يعني في العدم لا أعرفك ولا تعرف، ولكن لا يعني أن في العدم أنك عندك وعي وعندي وعي. لا، ليس لنا وعي، لأن لا يمكن أن يكون وعيا إلا في المادة. ولا يعني أن العدم منفصل عن المادة أيضا، بل إن العدم هو الذي أخرج المادة، والمادة هي الذي أخرجت الوعي اللي هو العدم. العدم الذي يتحول، فما فرق من بين الفراغ والعدم. العدم هو خارج المنظومة الكونية، بينما الفراغ هو شيء فارغ داخل المنظومة الكونية، وهو الذي يوجد الأشياء. إذن عاد حبيت أقول لك اللي معناتها حبيت نوصل له علاش أنا موجود. خطر بالنسبة لي العدم عندما يمر بتجربة في المادة ويكسب وعي معين، يكسب وعي معين ويطور العقل متاعه، عندما يموت فهمت طبعا مش يبقى هذاك الشيء مسجل. خطر الغنوصية أو ما يسمى الإيمان الإلحادي يؤمن أن الإنسان أوجده، أوجده الكون لكي يحكمه، لأنه ليس له رب. يعني وجودنا ليس صدفة، احنا وجدنا هون كبشر لكي نحكم الكون، لكي مثلا فراس يملك مجرة ويتحكم فيها، ولكي نصلح اخطاء العدم، لان العدم غير واعي، لان ليس هناك رب. اذا تصور، وانا ضربت هذا المثل كثير مرات، انك انت موجود في سفينة وتكتشف ليس فيها ربان، ماذا سوف تفعل؟ هل سوف تبقى مكتوف في اليدين؟ أدافع عن وجودي وأقودها، وجود السفينة كلها من واجبك، من واجبك تدافع على كل السفينة. لأن شفت العدم، الكون هذا لو احنا لا نتحرك، لا نتحرك ونطور الوعي، لأن الكون عنده سر، والسر هذاك كل زمن نكتشف على حسب درجة الوعي بتاعنا. لو ناقف ما نعمل حتى شيء، تعرف شنو يقعنا احنا مثلا؟ نضرب لك مثال، لو نزيدوا نجم نقولوا 5 مليار دوات سنة والبشرية لا تغادر المجموعة الشمسية، البشرية سوف تنتهي. عندنا وقت محدود، لازمنا نغادر المجموعة الشمسية، لازمنا نغادر درب التبانة، لازمنا لأنه في الحقيقة شفت هذا الكون سوف يموت، لازمنا ننتقل لكون آخر لا يموت لكي نتواصل. هذا هو. وعندما انتقل إلى الكون الآخر، أنا مثلا الآن في حياتي هذه نحاول باش نوعي البشر مثلا، ونحكي معاهم وندعوهم باش يعرفوا انفسهم. علاش؟ مش لجل عيونهم، لجل انا وجودي. نعم، لكي ابقى. وهذه فكره الفراعنه التحنيط. هو 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 فعلا طبيعه الانسان اصلا فيه غريزه البقاء وغريزه الاستمراريه، وهذا الشيء اصلا مادي فينا. هو بيخلينا انه احنا متمسكين بالحياة لآخر لحظة. ولكن في ناس ممكن يسألوك أنه أصلاً ما فيش رب، ما فيش شيء، وما فيش حياة أخرى، وأنا بس أموت خلاص وحموت. لا، ليس ليس أموت حاموت. فما قولة ترجع للإمام جعفر الصادق:
سألوه خطر راو جعفر الصادق والمذهب الشيعي هي من هي الذي ورثت والجعفر وغيره وغيره وكتاب تاريخ ما كان وما يكون وما سوف يكون لعلي وغيرهم، هم الذي ورثوا المخزون الغنوصي الفارسي والهندي. تقصد التناسخ أستاذ كريم؟ لا ليس التناسخ، اسمع، التناسخ هي فكرة، هذاك موضوع آخر نحكي فيه. التناسخ كما قلت لك عندك الفكر الأصلي، تتصور أنت عندك شيء أصلي يعني علم أصلي، لكن العلم الأصلي هذا لا يمكن أن يفهموه الناس، إذا لازمك تجيب فكرة التناسخ، تجيب فكرة الرب، تجيب فكرة جنة ونار، تجيب فكرة الشيطان، تجيب فكرة كذا، لكن على قد ما يتطور الإنسان ويبقى الفكر الأصلي عند الخاصة الخاصة، عند ما يسمى عند الشيعة خاصة الخاصة. شنو حبيت نقول لك هوني، اللي الوجود الإنساني يعني مش مثلا التناسخ، فما قول لجعفر الصادق أو الباقر أو لا أعرف ما أنت شكون منها، سألوه قالوا له كيف سوف يحاسب الناس وهم بالملايين، قالوا يحاسبهم كما يرزقهم، افهمها، يعني الذي سوف يعيدنا للحياة هم بشر مثلك. أضرب لك مثال، أنت فارس في رأس، هذا في رأس هو الوعي اللي عمله كل في حياته مسجل في هذا الشريط، لو ناخذ هذا الشريط ونجيبه جسم يستطيع أن يستقطب هذا الشريط، الجسم يموت ولكن هذا الشريط يبقى، هل يعود في رأس كما مات أم لا؟ نعم يعود كما مات، بذاكرته بأحاسيسه بمشاعره. يا أخي من هو في رأس ومن هو أنا؟ هو تاريخ، تاريخ إحساس وعي فكر، فهمت؟ نعم. حتى في المحاكم الأمريكية اعتمدوا فكرة أنه لأنه كان عندهم مشكلة أنه من هو الشخص، يعني إحنا لما بدنا نحاسب الشخص مين هو أصلاً، يعني ما هو تعريف نفس الإنسان، يعني قال لك وصلوا آخر شيء للنتيجة أنه الإنسان هو ذاكرته، يعني إذا إنسان فقد الذاكرة مثلاً ما بتقدر تحاسبه لأنه هو مش متذكر إيش، لأنه هو مش نفس الشخص أصلاً، يعني أصلاً ما تنجمش تحقق، حتى في يرفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، حتى يعود له وعيه، فهمت، والصبي حتى يبلغ. هذه الذاكرة وهذه ثابت علمياً، راه ثابت علمياً، إن حتى مثلاً في عملوا بعض التجارب إنهم يستطيعون وتتوقع جريمة يجيبوا آلات تستطيع تعرف ماذا وقع في مكان الجريمة، فهمت، تنجم تجبد ذبذبات. والآن العلم الفيزيائي والتطور بتاع علم النفس وغيرها 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 بدأ يقرب. هو شنو تقول الغنوصية؟ تقول الغنوصية عندما يلتقي العلم المادي مع العلم النفسي أو الوعي يصل الإنسان إلى الخلق، وهذه فكرة الفراعنة. علاش هم يحنطوا في رواحهم؟ خاطر كانوا يعرفوا، عندهم اعتقاد أن سوف يأتي من سوف يحييهم، من سوف يحييهم من هو؟ ليس هناك رب، إذا من هو؟ ما يكون كان أشخاص بشيء يأتيوا 500 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة. هو حتى عقل أينشتاين حطوه في اللازوت ليكيد. علاش حطوه في اللازوت ليكيد؟ والتجربة اللي بشي عملوها بتاع تبديل الرأس، هم الآن يبحثون عن الوعي وكيف يسجل. احنا نضرب لك مثال، انت لو تبتعد على الكرة الأرضية الآن 100 مليون سنة توف تشوف روحك انت طفل صغير وتشوف الأرض كيفاش كانت تعيش، وتو واحد يسجل لنا شنو وقع في الأرض وكل واحد شنو وقع. يكفي أن تأخذ تسجيل ذاك الكل الذاكرة تحطها في آلة تستطيع أن تستقطب ذلك الشيء، وهذاك علاش حتى معناتها مثلا وبصرهم يومئذ حديد، فهمت، يعني في الحقيقة جسم آخر باش ناخذه، راهي موجودة في الدين، الدين مجعول للأطفال. مستحيل تكون إنسان واعي وأنت تتبع دين أو تتبع رب، مستحيل، يعني يكون درجة وعيك أقل، هذا معروف. جيد، طيب، شكرا للإجابات الواضحة. يعني صراحة أنا لا، في من ضمن واجبك أو إحساسك بالواجب تجاه هذا هاي البشرية وهاي الناس وإلى آخره،
من ضمن الواجب احنا يعني احنا كملحدين او كأناس لا نؤمن بالأديان والآلهة وما شابه، احنا بنعرف انه الدين عبارة والإيمان بالإله وما شابه هو عبارة عن إلهاء ضار، يعني مش بس إلهاء، هو إلهاء ضار للبشرية. البشرية اخترعته بيوم من الأيام وإلى الآن لسه موجودة. سؤالي لك، هل تشعر بالمسؤولية تجاه أنك تخلص الناس من الأفكار هاي من خلال طرحك ضد الدين؟ وثاني سؤال، ما هي الأدوات التي تستخدمها لضرب الدين، أو ما هو أسلوبك في الطرح؟ هل هو أسلوب الصدمة، أسلوب الطرح موضوعي مثلا؟ ما هو أسلوبك بالضبط يعني؟ أوكي، بالنسبة للسؤال الأول، الأديان يجب أن تنتهي، هذا واجب إنساني. الأديان يجب أن تنتهي، لأن لو لا تنتهي الأديان لا يمكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من الوجود الإنساني. كما أن في وقت من الأوقات بعد أن انتهت ما يسمى بالأنصاف الآلهة والبشر اللي فرعون أنا ربكم الأعلى بمفهوم أنا ربكم الأعلى مش بالمفهوم الجديد، يعني فما أفكار يجب أن تموت، لأن الفكرة مثل الإنسان تولد وتكبر وتموت. الأديان هم الآن عجوز على عكاز بين الموت والحياة، ونهاية الأديان بنهاية الإسلام، لا نقاش فيها. هل تدري، حتى أنا مرة سألت أحد الشيوخ قلت له لماذا الإسلام جاء في جزيرة العرب، أحمر ناس في العالم، معليش ما جاوش عند الفرس عند اليونان؟ قال لي لأنه آخر دين. قلت له ليه، شنو المشكل؟ قال لي لنا بشيء أمنوا به أحمر ناس، كان هما ولاو ما عادش مسلمين، ما عادش حتى واحد في العالم يولي يتبع دين، مستحيل. أنت تصور العرب ما عادش يتبعوا دين، مازال الهندي يتبع البقرة ومدان ما عادش. يعني مسألة يعني واضحة، هذه مسألة. أما المسألة الثانية، ما هو الطرق بتاعي؟ أنا تصدقني عندي 20 سنة لا عمري جيت الواحد قلت له أخرج من دينك، بل الأسلوب اللي نستعمله هو أن نعرفه دينه، نقول له أنت شنو؟ قل لي أنا مسلم. قل له شنو مسلم شنو؟ سني شيعي؟ قل لي سني. قل له على أنت سلفي ولا مش سلفي؟ نبدأ نتبع فيه، فهمت، حتى نعرف شنو يحب هو، ونعطيه الدين متاعه. وقت تعطيه الدين متاعه، على خاطر الناس كما يقول لك كله ممنوع مرغوب. حتى أنا فما قصة من عرش بتاع أحد الشيوخ، كان دائما يخون زوجته، دائما يخون زوجته، كل نهار خميس يذهب يخون زوجته. أخي زوجته علامة بالأمر، مشيت للمكان الذي يخون فيه زوجته ما يسمى المخور، هو كان أعمى، فتنكرت على أساس أنها يعني عاهرة، وجات هو كل مرة يطلب امرأة. يا أخي في المرة هذيك جاته زوجته، نام معاها، الأسبوع القادم عاود طلب نفس الامرأة. أخي بعد في الأخر قلت له أنت عرفتني من؟ قال من؟ قلت له أنا زوجتك. قالها ما أحلاك في الحرام، ما أحلاك في الحرام. إذن المنع هو خطر. عندما تمنع الإنسان عن ممارسة شيء، تمنع إنسان أن يفعل، هل تمنع إنسان باش ما يكونش عنصري بالقانون؟ لا تمنع أن يفكر أن يكون عنصري، يعني منع الإنسان عن الكلام لا يمنعه عن التفكير. وثبت عن دراسات علمية أن الإنسان عندما تعطيه هولندا يعني سمحوا بالمخدرات، الآن أغلقوا كل المحلات تاع المخدرات، الهولنديين ما عادش يعملوا المخدرات. ليش؟ لأن لازمك تعطي الشخص ما يريد، تعطي الحرية، دبر راس، هو وحده اللي يضحك على روحه، هو نفسه يضحك على نفسه. إذن لا يجب أن أنا شخصيا الأسلوب متاعي اللي خرجوا من الإسلام كلهم، يعني ثبت لهم دينهم حتى لين ملوا، قال لي شك علي كل نصلي. بس تعقيبا على هاي النقطة، يعني بالنسبة ل إذا منعت شخص يتكلم فلن يتوقف عن التفكير، هاي النقطة
جدا مهمة، جدا جدا مهمة. يعني احنا اليوم يعني للأسف مش اليوم، البارحة يعني صدر حكم بسجن الشيخ محمد عبد الله نصر 18 سنة. 18 سنة ليش؟ يعني هل هو مثلا الغريب 18 سنة انسجن فقط لأنه أنكر أحاديث من البخاري وكان عنده فكر مختلف فخافوا على إيمانهم لأنه أصلا مزعزع، وحطوه 16 سنة في السجن على لا شيء، على لا جريمة. 18 سنة من حياة إنسان تضيع لأجل لا شيء، هذا غير معقول. وبالمقابل أخرجوا أخوه الظواهري يعني بنفس التوقيت، أمر مخزي حقيقة. ما بعرف شو تعليقك على الموضوع. تعليقي أنهم لا يريدون أن الشعوب تعى، لا يريدون أن الشعوب توعى. حكوماتنا كلها مع الأسف تريد أن تقود حمير، ولا يمكن استحمار الشعوب إلا بالأديان والمعتقدات. أنت تتصور أنها دولة مثلا كمصر لا تستطيع أن تفتح الحوارات بين كل الأديان في وسائل الإعلام؟ تقدر، ولكن الشعب سوف يائي، وعندما الشعب يصبح واعي لا يمكن أن يحكموه بسهولة وليطالب حقوقه كإنسان. أنت هي نضرب لك مثال، هما باش يصبروا في الناس الله بالجنة. تصور أنت جيل إنسان تقول له لا فما لا إله لا شيء، يعني كان ما عشت جد، كما فما حديث يقول من لم يعش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرته. يولي الفقير يطالب حق كما كيف الرئيس، كيما فماش رب، ربك انت برك تعيش، مولدنا كلنا نعيش، تي الدنيا فيها موت. انت تنكح وانت تاكل وانت تشرب وانا نموت بشر ربك، من بعد تقول لي جنه؟ هنا جنه، جنتي هوني انا، اعطيني جنتي. هنا تولي كما يقول زاد علي، يقول لك لا ترى ثروه مكدسه الا بجانبها حقا مضيع. اذا هوني الناس تولي تطالب حقوقها وميساعدهمش. الدين يخدم مصلحة الدكتاتورية. أستاذ كريم، في شخص صديق إلي، يعني مش بقدر أذكر اسمه لأجل سلامته، يعني هو معمم شيعي عراقي، معمم شيعي، يعني كان صديقي لما أنا كنت شيعي، يعني كنت متدين جدا أنا، وكنت لما الحدث كان يناقشني دائما ويتعصب وكذا، يعني يحاول يثبت بأي طريقة إيمانه. وبيوم من الأيام فاجأني بيجي لعندي بيقول لي، راسلني يعني، قال لي فراس بدي أعترف لك بشيء. قلت له تفضل. قال لي للأسف وصلت لقناعة أنه فعلا ما فيش إله، وأنا حزين جدا حزين جدا. وحقيقة يعني وخاصة هو شيخ معمم يعني قدام الناس وكذا، ويعني بقى شهر كامل ما يشوفش حد. ويعني لذلك احنا بنقول انه الدين ضار جدا، انه بتوصل لمرحلة بتنصدم، بتدمر حياتك كلياتها اللي اصلا انت بانيها على الدين. ولا شو رأيك استاذ؟ بالفعل انا عندي صديقي يعني درست معاه الدين، يعني وصلنا تعممنا يعني الاثنين، وانا بعد وليت ملحد يعني، وبقيت باتصال بيه حتى هو ملحد، نقول له علاش ما تعلمش الحادث؟ يقول لي انا 20 سنه نكذب عليهم، كان توا نقول لهم الحقيقه تو يذبحوني. فهمت؟ انا نقول لك ليس هناك عالم دين مؤمن، ما فماش لا مسيحي لا يهودي لا مسلم لا حتى واحد. انسان متعمق في الدين مستحيل يكون مسلم. فهمت؟ هنا نحكي لك قصه نتاع بول شولدز هذا الألماني. هو كان قسيس وكل شيء، وطلع لهم عام 79 في الكنيسة، قال لهم أنا ملحد، يعني ترددت الكنيسة. وكيفاش صارت الحكاية؟ أن فما واحدة عمرها 84 سنة جات وحبت تعمل معاه مقابلة خاصة باش تحكي معاه. يا أخي قالت له نحب نسألك سؤال. قالها شنو؟ قالت له يعني بيني وبينك، قالت له هل تؤمن بوجود رب وهل هناك حياة بعد الموت؟ يا أخي هو جابش يجاوبها يعني على حسب الديانة المسيحية. قلت له لا 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 خليني الديانة المسيحية، نحب وجهة نظرك أنت الشخصية. قال له لا أؤمن. يا أخي روحت للدار بعد يومين، اتصل به ولدها اتصل به، قالوا ماذا قلت لأمي؟ شنو وقع؟ قالها
قالوا وقتها رجعت من عندك عيطت لي وعيطت لاصحابها وكل شيء وحلت الخمر وشربت الخمر وسكرنا وقالت الان اقدر ان اموت بسلام لان ليس هناك شيء بعد الموت. يعني ما فماش واحد عالم دين مسلم، مستحيل، ولا مسيحي ولا يهودي. اسمع، لكي تكون مسلم او متدين تبع دين يجب ان تكون جاهل بالدين، مش جاهل يعني بصفه عامه، جاهل بالدين. نعم نعم جيد جيد جي. طيب وإضافة أخيرة على موضوع أسلوب يعني طرح ضد الدين، كان حصل حلقات على حلقة على ما أذكر على قناة جسور، من وجه تحية للأخ سال، بموضوع إصلاح الإسلام. كان أستاذ كريم وكنت أنا طرح مفصل بالموضوع وكيف هو موت بكل الطرق، نحن ننكر الدين، غيرنا يصلح الى اخره. باش نجي نمنع وانا باش يصلح اسلام، ويا سيدي اعطيني، انت جايب لي اسلام يقتلني، انت تقول اني عندك اطروحه باش هذا الاسلام ما عادش يقتلني او يقل الجريمه. مش حاضر على يساعدني بالعكس. كانت حلقه حلوه جدا، يعني بنصح الناس انهم يتابعوها صراحه. نعم، خلينا نوصل لآخر سؤال قبل ما نأخذ أسئلة سريعة من الجمهور. اللي بيحب، اللي عنده سؤال يكتبه على السريع. سؤالي الأخير لك أستاذ كريم، وآسف على الإطالة عليك. لا مش مشكلة. ما نظرتك للعرق، القومية، الوطنية باختصار؟ أنا عارف الموضوع جدا معقد، ولكن باختصار، أؤمن بكذا، لا أؤمن بكذا إلى آخره، حتى يكون الموضوع واضح للناس، لأنه اكتشفت انه اغلب الناس فاهمينك غلط يعني للاسف. اوكي، اول حاجه انا لا اؤمن بالعرق اصلا، فهمت؟ فكره العرق والقوميه لا اؤمن بهم اصلا، لان كل الشعوب مختلطه مهما كانت. ولكن اؤمن بالهويه. الهويه ماذا تمثل؟ الهويه هي عادات وتقاليد فوق ارض معينه. عندنا مثلا الهنود الحمر عندهم هويه متاعهم، الصينيين عندهم الهويه متاعهم، الامازيغ عندهم الهويه متاعهم، اهل العراق عندهم الهويه متاعهم، بلاد الرافدين، أهل الشام عندهم الفتة بتاعهم وأمورهم والحاجة اللي نعرفوها شامية ونعرفوها عراقية ونعرفوها مصرية. أم هذه هي الهوية؟ الهوية هذيك يتمسك بها صيني، أصله صيني أو مغولي أو أصله إفريقي من إفريقيا، لا يهم. المهم هناك من يدافع عن هذه الهوية الذي هي ما نسميها بثقافة الأرض. لأن مثلاً الفتة أو الأكلة الفلانية اللي موجودة في العراق أو في مصر هي مرتبطة بالمناخ وبالأرض وما تنتج الأرض. أحنا يعني أنا بالنسبة لي شخصياً كل إنسان يمكن أن يغير هويته. يعني أنا مثلاً أمازيغي يمكن أن أمشي، أما لا يمكن تغيير هوية الأرض. يعني منجيش أنا نرد شمال إفريقيا أرض عربية، هي أمازيغية في إفريقيا، ولا نجي نرد أهل العراق. ولذلك يوجد منح جنسية أكمل. هاي يعني منجيش أنا نجي نبدل هوية أرض العراق. يمكن أنت تكون عربي تعيش في العراق، ويمكن تكون عربي تعيش في أوروبا أو في ألمانيا، مش يعني ألمانيا عربية. هذا هو المفهوم. أنا لا أؤمن بالعرق أولا، هذه مسألة حتى الأديان معناتها موجود هو علميا وكذا، يعني فما أجناس صحيح، ولكن لو تبحث الأديان، أنا عملت البحث الأديان، يعني في الحقيقة يقول لك أنت عربي أو أنت أمازيغي، يعني أكثر نسبة، يعني يكون عندك 21% أمازيغي، 10% أوروبي، 5% أفريقي، 6% عربي، يحسبوك أمازيغي بالأكثرية. أما في الحقيقة إحنا كنا متشابهين. هذاك علاش أنا أعتبر الإنسانية هي الدرجة الأولى، الإنسانية هي الدرجة الأولى، الدرجة الثانية هي الهوية. لماذا أركز على الهوية؟ لأن أنا لا أريد العراق عندما أذهب إليها أو سوريا أكل أمريكي. صحيح يمكن يكونوا محلات أمريكية وفرنسية وأي دولة أخرى، ولكن الطابع متاع الدولة هذيك تحب يحافظ على شاميته. مصر تحافظ على مصريتها، ولو هناك تغيير يكون من الشعب نفسه، مش يجي مفروض من الخارج. هذه يعني نقطة مهمة، لأن التنوع هو الذي يحقق ثراء البشرية. كان كنا باش ناكلوا كيف باش نلبسوا كيف باش نعملوا كيف، الإنسانية تولي كيما المسلمين يقول لك الأرض لله، الإنسانيين الإمبرياليين يقول لك احنا كنا بشر
وينسى الهوية. الهوية جدا مهمة، الهوية هي العادات والتقاليد التي يجب أن نحافظ عليها. لماذا؟ معناتها لماذا تضمحل هذه الهوية، هذه اللهجة، هذه اللغة، هذه لماذا؟ إذن هذاك هو مفهوم عندي الهوية. وعندي زاد حاجة أخرى، الإنسان يمكن أن يغير هويته. يعني أنا نمشي للصين وأندمج مع الصين ونولي صيني ونولي نتكلم بالصيني ونولي نعمل مش نمشي للصين ونجي نفرض تقاليدي وعاداتي. هاني أنا مثلا في أوروبا هون، وتنخرج الخارج بيتي أحترم أتصرف كهولندي. والإنسان يندمج مع أي وضع. بالنسبة للهوية نضحك الناس شوية. يعني أنا كشخص سوري قاعد في ألمانيا، يعني هاي قزازة مكدوس، هاي مكدوس، هاي الأكلة السورية، يعني هاي أشهر أكلة سورية، يعني هي أصلاً من مدينتي حلب. ما بقدرش بدون مكدوس مثلاً. ففعلاً يعني موضوع الهوية ما بقدرش، يعني زي شيء بيمشي دم يعني. طبيعي. نعم. في سؤال لك أستاذ كريم، فرج بيقول اسأل الأستاذ كريم العبادي عن سبب الرئيسي في القتل في سوريا، هل هو الإسلام، الصراع السياسي، أم يعني مثلا الأمر متداخل؟ يمكن لا، سياسي مئة. الحروب الكل اللي موجودة كلها سياسية. وأنا وقت كنت باش نعمل مع جان، معناتها نذكروه الآن، يعني جان الفقيد اللي معناتها راح كجسد ولكن ذاكرته تبقى، وسوف نلتقي معه يوم من الأيام، أنا متأكد أنه تعود الذاكرة متاعه ونقابلوه ونحكيه معاه. أنا نؤمن بالبعث، البعث الإنساني، يعني ليس تناسخ وليس أي شيء. معناتها حكيت وقت كنت باش نعمل معه حلقة حول الوضع في سوريا في الحقيقة. وأنا كنت وقت أنا قلت له، هو معناتها تعجب في المسألة متاعي، قلت له أنا ماذا بي سقوط الأسد قبل سقوط داعش، لأن داعش سوف تسقط لا يمكن أن تستمر، ولكن سقوط داعش وبقاء الأسد سوف يبقى لكم 20 سنة أخرى. يعني هذا وجهة نظري، لأن داعش بالنسبة للصراع في سوريا وفي ليبيا والذي وقع في اليمن كله صراع سياسي بحت، وإنما تم استعمال الدين كما الدين دائما يستعمل، لأن الدين أحسن وسيلة لأتيان بجنود، أحسن طريقة أنك واحد توعده بالجنة سهل. لا، سياسي 100%. هلا يمكن شوي بخالفك بالرأي ولكن مش مشكلة. هذا منبر حر بالنهاية، نجم نناقش فيه الموضوع. ليش نجم؟ يعني يمكن خاطر أنا عطيتك معناتها وجهة نظري، فهمت؟ أما النجم يعني نهار حتى في الخاص نناقش ونقول لك علاش، خاطر أنا مطلع على الوضع، أنا عشت في سوريا، فهمت؟ هذه كل إنسان حر برأيه، ما في مشكلة، يعني هذا منبر حر يعني. بس أنا شوي يمكن رأيي بيختلف، لكن الحلقة طبعا أراء شخصية. فما حتى مشكلة، الاختلاف الرأي معناتها هي غناء لنا، فهمت؟ يمكن أنت عندك أطروحة أخرى يمكن تقنعني بها أو أنا أقتنع بها، فمش إقناع، نتعارف على وجهة النظر. أنا عندما أتكلم يا فراس لا أتكلم لكي أقنعك، وإنما أتكلم لكي أعبر فقط. أودك بأنه الموضوع سياسي ولكن مش 100% زي ما قلت. أنا سياسي بالنسبة لي. العامل الديني أساسي، العامل الديني هو معناتها أداة في يد السياسة. العامل الديني دائما كان، العامل الديني هو أداة في يد السياسة. لو ترجع للتاريخ دائما، فهمت؟ حتى محمد عندما جاء بالإسلام وكل شيء، كل ما قالها شو اسمه يزيد، إن ألقي فوق في الكرة الطائرة والله لا دين أنزل ولا وحي، وإنما لعبة لعبتها بني هاشم للتقريب الملك. يعني فهمها الحكاية، مفهومة. الدين عمره ما كان، من اللي وجد الدين جاء لكي يخدم السياسة. ينفق أنه أنا أعتبر أصلاً الدين خاصة الإسلامي هو بداية، يعني أساس قيمه هو سياسة، يعني لأنه سياسة. زي مثلاً اليوم بالنسبة لش عندهم ولاية الفقيه الخاصة، نائب المهدي اللي هو بيحضر قيام الدولة الإسلامية بتاعية المهدي، وبالنسبة للسنة عندهم الشورى اللي بتقوم عليها الخلافة.
ومن مات دون إمام مات ميتة جاهلية. أفيون قوي جدا يعني للسياسة، فالأمر متداخل صراحة. أنا برأيي يعني، أنا بالنسبة لي الإسلام سياسة، كله سياسة، بل الديانات الإبراهيمية كلها سياسة. حتى مثلا توا المسيحية يقول لك أنها منعزلة عن السياسة، في أكثر البعثات المسيحية هي تابعة المخابرات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية نكون واضحين. فأنت كما قال أحد الأفارقة، قال أعطونا القرآن وسرقونا، أعطونا الإنجيل وسرقونا أرضنا، احنا بقينا نبكي على الانجيل، نبكي وما سرقونا عارف. الديانات الابراهيميه من الاول سياسه، كلها سياسه 100%. في سؤال من شخص بيقول لك، ما هي الكتب التي تنصحنا بها التعرف على الغنوصيه؟ من الاخ انس. اول كتاب يجب ان تقراه، اول كتاب هو الاباتشيدا، اللي هو 108 صوره، يعني لو تقرا الابانشيدا داخل اول حاجه، ولو حتى ما تفهموش لازم تقراها عده مرات، سوف توضع في الطريق نحو الغنوصيه. كده جاي. اوكي ماشي. بالنسبه في الاخ غريب عم يسال ما هو البعث الانساني، تراجع الحلقه عشان ما نعيد ما نكرر نفس الكلام. اوكي. هاي كانت اهم الاسئله يعني. انا اسف اذا في اسئله فوق ما مش ما قريتهاش او ما شابه يعني، بعتذر من المتابعين. ولكن اتمنى حقيقه انه قدمنا حلقه جيده. انا صراحه سعيد فيها جدا، انه يعني كنت حابب انا حقيقه انك تعمل هيك لقاء مع اي قناه، فيعني فحبيت انا الامر هذا لطرح افكارك يعني بشكل مختصر كاملة، فتوصل الأفكار بشكل جيد للناس يعني. وتعليق بسيط يعني، في قناة الأستاذ كريم باسم تعلموا دين ربكم مع التونسي. نعم، هاي الاسم أنا لما قرأته صراحة ضحكت جدا لسبب بسيط، اللي هو أنا مش عارف أنت قصدها ومش عارف بلهجتكم كيف، بس عندنا بلهجتنا لما تسمع دين ربكم فهي زي كفرية دايما بيعيدوها السوريين حتى المتدينين، يعني يلعن دين ربك. نفس الشيء. احنا كيفاش انا كيفاش جاتني الفكرة هناك، كيف نقولوا احنا انسان فتوة في هي قصة، انسان فتوة يعني يعمل المشاكل. يا اخي في يوم من الايام تاب ومشي يتعلم الدين وقرأ الدين، يا اخي بدا باش يعمل لهم كيما نقولوا احنا خطبه الجمعه، طلع فوق المنبر ما هو متعود على الكلام البذيء وكل شيء، قال ما يا انا اليوم باش نعلمكم دين ربكم. فهمت من هنا جت الفكره. نعم نعم نعم. انا بس يعني يمكن شوي اضحك شوي اختلاف اللهجات يعني، لانه تستخدم في الكفر والشتيمه هذه صيغه يعني. اوكي. في الاخ فرج يعني وكثيرين يعني بيوجهوا لك، قالوا لي نوجه تحياتنا للاستاذ كريم يعني. وفي ناس اختلفوا حقيقه في النقاش يعني حول الصراع السياسي ام ديني او ما شابه، ممكن نسوي حلقه في الموضوع يعني، حلقه وحدها. فهمت على خاطر انا راني مطلع، انا يا فراس يمكن ما تعرفش تاريخي. أنا يعني معناتها مشارك في انقلاب 87 في تونس، ومعناتها وكان سوف يحكم علي بالإعدام، ويعني مطلع كثير جدا 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 على الوضع في الشرق الأوسط، والآن باتصال بإيرانيين وبسوريين وبعراقيين ونحكي معاهم يعني. من أجمل الأمور، من أجمل الأمور اطلاعك على التشيع والشيعة والكذا، أنه بصراحة موضوع مهم ولكن قليل لاحظت بين الملحدين بيعرفوا الامور، فممكن نسوي حلقات نفيدهم بهالموضوع يعني. طبعا خاصه ولايه الفقيه اللي كثير يجهل خطورتها، كارثه هي، كارثه اكبر كارثه هي ولايه الفقيه. انا اقول ان وهم يقولوا الشيعة يقولوا عندما يخرجوا مهدية هم سوف يصل الدم للركبه، يعني الارهاب اللي شفتوه هذا الكل السني لا يسوى بعوضه امام الارهاب اللي باش يجيكم من عند الشيعه كانت تواصلوا وتشتوا عليهم. نعم. لان الشيعه هم منظمين، فهمت، عندهم ارهاب منظم.
صحيح صحيح أكيد. ممكن أسوي حلقة عن ولاية الفقيه، هاي كنت حابب أعملها حقيقة أنا من زمان، ولكن بما أنه طلعت معاي فلازم نسويها سوا، لأنه يعني موضوع خطير جدا، لازم ننبه الناس له. نعم نعم، على كل حال، يعني شكرا للناس اللي يقولون مبروك، وصلت لي 1000 مشترك، يعني 1000 مشترك لا شيء، يعني الآن هي بداية هاي القناة. شكرا لك أستاذ كريم، ما بعرف كلمة أخيرة شو بتحب تقول؟ تفضل. شكرا. حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. ابدأ بنفسك، راهي الدنيا هذه فيها موت، حاول أكثر شيء ممكن، كما قلت البارح في هل الإنسان مخير أو مسير، الإنسان هو مخير فيما كسبه. إذا لا تتوقف على اتجاه واحد، أعرف أكثر شيء ممكن. المعرفة 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 هي التي تحدد ذاتك وتجعل لك درجة من الوعي لكي يمكن أن تختار ما تريده لنفسك. هذه النصيحة. شكرا لك، نصيحة من ذهب، يعني تكتب بأحرف من ذهب يعني حقيقة. شكرا لك كثير، وتشرفت في استقبالك عندي، وشكرا للمتابعين جميعا. كان معكم أخوكم الكافر السوري فراس والأستاذ كريم العبيدي، والسلام عليكم ورحمة العقل وبركاته. تحية الحرية. مع السلامة.